نبأنا الأخير من مدينة نابلس التي تشتهر بعراقتها وصناعتها المميزة، أبرزها الكنافة النابلسية التي ذاع صيتها في شتى أنحاء المعمورة نتيجة الإتقان في صناعتها واستخدام مواد طبيعية وبسيطة تعطي طعما يجذب ليس فقط سكان فلسطين وإنما كل مرتاد لأسواق المدينة من زوار قادمين من خارج فلسطين يبحثون عن ذلك بلهفة. ضاربة جذورها في عمق التاريخ، تتحدث عن كثير من الحقب التي مرت عليها، عصب للاقتصاد الفلسطيني وحاضنة للصناعات التقليدية وغيرها. هي مدينة نابلس التي يتغنى أهلها كبقية أبناء فلسطين بجمال أحيائها، خاصة العتيقة منها بما تحويه من روائح تجذب كل مرتاد لأسواقها، خاصة الكنافة التي عرفتها المدينة منذ ما يقارب 200 عام، واستطاع سكانها أن يجعلوا تلك الحلوى ماركة عالمية لمدينتهم باسم الكنافة النابلسية. وأولى خطوات تحضيرها طحين وماء، شوية قطر، شوية سمنة كيلة، يعني ملح الكنافة اسمه المصطلح العلمي، وشوية ملح كم شيء يعني ملح، طبعا كلهم بنخلطهم هون بالعجانة، بس تجهز بعد ثلث ساعة نص ساعة بالكثير، بنزيدهم زي ما انت شايف المحقن فوق، المحقنة تنزل على الجوز، الجوز عبارة عن اسطوانة مخزقة عشان تنزل العجينة على شكل شعر، طبعا تنزل العجينة على الصينية، الصينية هاي اللي قدامك تحتيها نار يعني حامية درجة حرارة عالية، عبين ما تلف لفة كاملة، طبعا هيك بتكون عجينة مراحلها الأولى. طبعا هاي العجينه بنقلها بس تبرد سواء بعد 3 4 ساعات او لثاني يوم، بنوديها العجان هناك بعجنوها، بعدين بحمصوها على جباله تحتيها نار بحمصوها، واخر مرحله بنخلوها، هيك بتكون جهزت عجينه الكنافه. مراحل عدة يتم من خلالها التحضير للكنافة النابلسية، وبعد توفير عجينته يتم تحضير الأطباق الكبيرة التي تشوى على نار هادئة لمدة لا تزيد عن 7 دقائق، لتوضع بعد ذلك أقل من دقيقتين ووضعها في وعاء آخر وتقدم لكل الزبائن التي تصطف للاستمتاع بطعمها اللذيذ. بنفرد طبقة العجينة تقريبا يعني سنتي سمكها، بعدين بنفرد طبقة الجبنة النابلسية المشهورة واللي مميزة بنكهتها الطيبة، بعدين بنحطها على النار زي ما انت شايف هيك، بنحطها على النار بتقعد حوالي من 5 دقائق ل7 دقائق بس تستوي، بنغطيها لمدة 2 دقيقة بمقدار معين طبعا برضه، وهيك تكون جاهزة للتقديم. بفخر وشموخ كبيرين يتحدث أبناء نابلس وكل من يعمل في صناعة الكنافة التي استطاع أصحاب المهنة ومنذ البدايات أن يجعلوا مدينتهم في قلب عواصم العالم التي تحتضن محل كبير لصناعة الكنافة النابلسية، وهم كذلك المواطنون الذين يأتون خصيصا لتناول طبق من الكنافة، وهذا حال كل زائر سواء كان عربي أو أجنبي. باجهان باك مرة ومرتين، وخاصة ناس عن حبيبة الأقصى. باجي على نابلس عشان أكل الكنافة. الكنافة كويسة طيبة زاكية وتشهي. من دخل مدينة نابلس ولم يتذوق الكنافة كأنه لم يدخلها قط، هذا هو الشعار الذي يرفعه أهالي مدينة نابلس، خاصة وأن هذه الحلويات باتت مشهورة في كافة أصقاع الأرض. محمد الصنوري، CGTN العربية، من مدينة نابلس فلسطين.